Let's hope. مرحبا بالإخوة والأخوات العاملين في الحق الإعلامي. مرحبا بكم في ولاية الأمن ديال القنيطرة. باسم السيد الولي ديال الأمن القنيطرة كنشكركم على الحضور. كذلك كما شهدتوا معنا قبل لحظات يعني انطلاق ديال العملية الأمنية الرامية إلى تأمين الاحتفالات ديال ليلة رأس السنة الميلادية. الحمد لله يعني هذه العملية هذه تمت تعبئة جميع الموارد البشرية واللوجستيكية والمادية ديال ولاية أمن القنيطرة، وكيتم السهر كل السهر على التنزيل ديال التوجيهات ديال السيد المدير العام للأمن الوطني حرفيا الرامية بالأساس إلى ضمان أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية وسلامة الممتلكات ديالهم. وهذه الخطة هذه يعني كتمسطرة لهذه الغاية، كتقتضي الانتشار الجيد في مختلف الشوارع، كذلك الساحات العمومية، كذلك المداخل والمخارج ديال المدينه التغطيه ديالها بشكل فعال من اجل الحيلوله دون وقوع ما بين شانين المساس بالسلامه ديال المواطنين. اذا الهاجس ديالنا ان هذه الليله ان شاء الله غادي تمر في اجواء امنه جدا، وان المواطنين يعني يحتفلوا بهذه المناسبه هذه في الاجواء اللي اعتدنا ان نحتفلوا بها في مدينه القنيطره، واللي كتمر في ظروف امنيه ان شاء الله بالفعل يعني الانتشار الواسع والميداني ديال القوى الامنيه. نشكركم مجددا وسنة سعيدة للجميع.